الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها الكابتن صديق الجمال عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن صديق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمد، ازي صحتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. الله يخليك. طبعا الاحداث الرياضيه ساخنه في الفتره الاخيره، ودايما الكره المصريه كل يوم وكل ساعه فيها الجديد. الحدث الاخير منذ ساعات قليله، صدر بيان من النادي الاهلي بخصوص تاجيل مباراه القمه. مش هكلمك على البيان، لكن عايز اسالك على الناحيه الفنيه او الرؤيه لفكره تاجيل المباراه. كراجل فني شايف المساله دي ازاي؟ قرار التاجيل طبعا بدايه هو قرار غير ايجابي، لان طبعا الحته الامنيه في مصر الحمد لله ممتازه جدا جدا، بدليل البطولات اللي بتنظم في مصر سواء كانت افريقيه او مسابقات محليه او افريقيه، والامن بيؤدي دوره على اكمل وجه تامين المباريات. وكمان في نقطه مهمه جدا، كل المباريات اللي بتتلعب في مصر ثلاث ارباعها على ملاعب الجيش، بيبقى فيه تامين غير عادي، وكل المباريات كلها اتلعبت في امن وامان، ما فيش اي حد اشتكى او اي عراقيل الفتره اللي فاتت. انما قرار اتحاد الكوره ان يقول لك قرار التاجيل بسبب الحته الامنيه، انا بصراحه مش مقتنع بالحته دي، لان كان في حاجات اصعب من مباراه الاهلي والزمالك، كان في السوبر قريب، كان في الامم الافريقيه، وكان في تنظيمات، يعني في البطوله اللي هتتلعب بتاعه تحت 23 سنه اللي منتخب مصر مشارك فيها موجوده في مصر، فالحاجات دي كلها بتاثر علينا. يعني ان احنا نقول في بسبب الحته الامنيه بتاجل، اي حد مش في مصر هيفكر ان الوضع الامني مش مستقر عندنا، وانا شايف عكس كده تماما. قبل الخوض في التفاصيل نطلع نسمع ونشوف البيان الرسمي للنادي الاهلي والتقرير المتعلق به. فكره النادي الاهلي ان لن يخوض اي مباراه في الدوري الا بعد مواجهه نادي الزمالك في الفتره القادمه. نخرج نسمع هذا التقرير ثم نعود الحديث مع الكابتن صديق جمال بعد هذا التقرير. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا البيان، وفخر انك تكون اهلاوي، فخر انك تكون منتمي لهذا الكيان الكبير، هذا الكيان العريق اللي دايما حريص على العمل بشكل مؤسسي والعمل بشكل نظامي في اطار رياضه ولعبه صناعه ليها مداخيل ماليه كبيره جدا. وعشان تعرف قيمه هذه المداخيل وقيمه هذه البطوله لازم تكون فزت بيها وحققت فيها القاب كتير، لان انت عارف قيمه هذه البطوله، وانت عشان عارف قيمتها وعارف تاريخها بتبقى اكتر الناس حرصا على انتظامها واكثر الناس حرصا على نجاحها. العالم كله شغال كده والعالم كله بيشتغل على كده، ولسه هو خلال الساعات القليله الماضيه نفس الازمه موجوده في اسبانيا، مباراه كبيره وكلاسيكو وديربي الريال وبرشلونه، والناس هناك حريصه على انتظام المسابقه وان ازاي المباراه او ازاي البطوله تبقى ماشيه بنظام دون ان يكون هناك عشوائيه، بنفس المعنى دون ان يكون هناك عشوائيه، وان تقوم لجنه المسابقات من خلال رابطه لا ليجا الاسبانيه القيام بمهامها وان هي تحدد ميعاد جديد او تتفق مع الناديين قبل قرار التاجيل. كابتن صديق، يعني البيان واضح محدد كل الاهداف في الفتره اللي جايه وبيرسي نظام مهم جدا، وانت لسه بتبدا موسم، لان الموسم الماضي كان اتقال عليه موسم استثنائي وكان فيه عشوائيه غير طبيعيه، صعب قوي نكرره تاني. اكيد اكيد الموسم اللي فات كان فيه تخبطات كتير، وكل ما كنا بنتكلم عن الموسم الماضي نقول استثنائي استثنائي، فاكيد لازم نستوعب الدرس، يكون الموسم ده عكس الموسم اللي فات، يكون الناس استفادت، يعني خدت الايجابيات بتاعت الموسم اللي فات والسلبيات ثابته. ما اجيش اشتغل ويبقى فيه تخبطات نفس الموسم اللي فات يبقى انا ما عملتش حاجه. يعني الواحد كان متوسل يعني ومتعشم خير في اللجنه اللي هي المؤقته عشان تدير المسابقه، تحط قوانين ولوائح والانديه كلها تمشي عليها، انما في البدايه بدايه يحصل تخبطات كده هتاثر كتير كتير على المسيره بتاعه الدوري، وهيبقى في تخبطات طول الموسم. النادي الاهلي طبعا اي حد بيقرا البيان، النادي الاهلي قراراته تحترم، بياكد قبل اي شيء الرؤيه واحترامه الكامل للرؤيه الامنيه مباراه القمه، يبقى بيحترم الامن ويؤكد على تقديره الكامل واحترامه للامن ودوره في تامين المباريات سواء كانت الافريقيه او المحليه، يعني عنده ثقه كبيره في الامن المصري. لكن للاسف الشديد هي القرار بتاع التاجيل كان مفاجاه للناس كلها. انت عندك دلوقتي استحقاقات وعندك مشاركات افريقيه، وبعدين في برامج تدريبيه وفي حاجات فنيات بقى بعيده عن التاجيلات والحاجات الاداريه الفرق كلها. ولاحظت كمان ان رد الفعل، انت بتتكلم كمان في حوالي 6 7 انديه من الدوري المصري استغربوا وطلبوا تاجيلات، لانك انت كده من البدايه لازم، ما هو اصل مش عايزين نرجع تاني لفكره المباراه الاخيره الجونه او سموحه. صح،
ما هي اصل الناس ليه خافت يقرر نفس اللي حصل قبل كده؟ السيناريو يتكرر، نفس السيناريو يتكرر تاني. ليه؟ لان المقاصه كان قلقان، الجونه قلقان، سموحه كان قلقان، الكل كان خايف من كده، المولين نفس القصه، اسوان، فالكل عايز المسابقه تمشي بانتظام. ما هو ده بيان النادي الاهلي بيؤكد فيه حاجات كتير واضحه يعني للراي العام، والاهلي طول عمره بيدور على المصلحه العامه قبل المصلحه الشخصيه، لان المصلحه العامه دي بتصب في الاخر لمصلحتك الشخصيه. لما يكون في نظام، في لوائح، في قوانين، انت هتمشي بالمسابقه بانتظام، انت هتحقق اهدافك كنادي اهلي، كالانديه كلها، يبقى في مبدا تكافؤ الفرص. شوف الاهلي لما بيقول لك حتى تاجيل المباراه، لما تحط موعد للمباراه تخلي بالك يكون في مبدا تكافؤ الفرص، لان انت عندك مشاركات افريقيه ومحليه انت والمنافس بتاعك، فما تجيش برضه انت تعمل المباراه في وقت تاني يكون لصالح حد ضد حد. ده ممكن يجي يقول لك المباراه في نهايه الدور الاول. طب انا عملت قرعه ليه؟ الله ينور عليك، فيبقى فيها تخبطات. ما هو ده للاسف الشديد ده في الاخر بيولد او بيؤدي للفشل. ما هيش هيؤدي للنجاح. اي حاجه ما فيهاش نظام وما فيهاش قوانين ولوائح اكيد هيبقى فيها تخبطات كتير. انت تحكمني ازاي وانت مش حاطط لي سياسه امشي عليها؟ تتذكر معايا الموسم الماضي لما تم ترحيل مباريات كثيرة الفترة الماضية دون رابط مؤجلات، ودون مؤجلات كتير صح جدا، صح؟ فاكر وقتها ان النادي الاهلي قال وحذر يا جماعة اللي هيحصل ده غلط لانه هيضر بالاستعدادات الجديدة للموسم القادم. اكيد. ولو فاكر وقتها ده اثر فعلا على مواعيد القيد الافريقي. مظبوط. ووصلت لمرحلة ان الاندية اشتغلت في اخر 72 ساعة في مواعيد القيد عشان تأيد القائمة بتاعتها. ضغطوا، كان في ضغوطات عليهم. ليه؟ لان مفيش نظام. لانما لو كل حاجه في وقتها، ما ده العشوائيه اللي بتجيب أيوه. بتوصلك لكده. ما العشوائيه دي بتؤدي للفشل. ما بقول لك اي مكان او اي مؤسسه يكون فيها تخبطات، ما فيهاش لوائح ولا فيها قوانين وحد يمشي عليها، هتلاقي فيها فشل على طول بدون تردد. مش هتقول لك لا استنى اما نعالج، اصل انت بتيجي تعالج خطا بخطا. الانديه اللي في الدوري الممتاز المصري، اخص بالذكر المقاولين العرب او سموحه او الجونه، ممكن من حقه وضع طبيعي ان هو يقول لك اجل انا كمان، ادام بقى عشان يبقى في مبدا تكافؤ الفرص، ما يبقاش في حد ضد حد. فكله يقول لك اجل، لما تيجي تحسبها هتلاقيه عنده حق. انما لو في نظام ماشي على الكل، ما حدش هيقول لك اجل، كل حاجه في ميعادها. الحاجه المحيره احنا لاعبين حاجات اقوى من ماتش الاهلي والزمالك. الامم الافريقيه دي مسؤوليه كبيره جدا على الدوله، والجيش نظم البطوله وكانت على اعلى مستوى، كل المؤسسات قامت بدورها، وكل المؤسسات العسكريه والحاجات يعني كل الاتحاد الكوره وكل الناس المعنيين بكره القدم ادوا بطوله الامم الافريقيه على اكمل وجه. حقيقي. كان ناقصها بس احنا نفوز بيها، بس حتى الفنيه ما توفقناش، بس تنظيم غير عادي. شفت القرعه حتى بتاعت الامم الافريقيه تحت 23 سنه، حاجه يعني تشرف الناس اللي كانوا موجودين اللي هم بالفرق اللي هي مشتركه معانا، غانا ومالي، كل الناس اللي لما القرعه اتعمل الناس جايه تشكر في القرعه والنظام والحته الامنيه. فانا بستغرب مباراه تتلعب، كانت ممكن تتلعب في برج العرب بدون جمهور وتتلعب وتخلص وايا كانت نتيجتها، يبقى انتم ماشيين بنظام. صدقني ما كانش في حاجه يبقى في مشكله في مصر، كل حاجه في ميعادها. انما التاجيلات والحاجات دي كلها ربنا يستر الفتره اللي جايه والدنيا ما تهربش منهم. بص ايا كانت الظروف، هي الفكره في ايه؟ النادي الاهلي قال لك ايه؟ قال لك اعمل نظام للمسابقه. يعني فكره تاجيل دون تحديد ميعاد جديد ودون تحديد الخريطه في الفتره اللي جايه، وان مباراه مؤجله خلاص مؤجله، ده هيعمل عشوائيه. النادي الاهلي حتى لما خد القرار النهارده او لما اصدر بيان في هذا الشان، قرار التاجيل كان امتى؟ كان يوم الثلاث في منتصف الليل. الاهلي انتظر 48 ساعه ليه؟ انتظر وصول المخاطبات الرسميه والمكاتبات الرسميه من اتحاد الكوره لمعرفه الاسباب الرسميه، جلس جلسه المجلس لبحث الموضوع ومناقشته في كل الجوانب. كانت في جلسه ايضا كمان مع الجهاز الفني لمعرفه رايه الفني، اكيد لان الراي الفني مهم جدا في المرحله الجايه ديت. اكيد اكيد. عشان حاطط خطه وحاطط وحدات تدريبيه وحاطط نظام هو عايز يمشي عليه، فما تجيش انت في وسط شغله وهو مرتب ومركز تقوم انت حاجات فرعيه تفشله في شغله، تبوظ له كل اللي بيعمله. حاطط حاجات معينه يجي يلاقي فيه تخبطات. عشان كده زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيراعي المصلحه العامه قبل اي شيء، حتى في موعد اللقاء لو حد حدده قال لك شوف مبدا تكافؤ الفرص، فالناس دي لازم تشتغل كده. يعني يبقى المؤسسه فيها نظام ومن اول ما يبداوا عشان يبقى ليهم هيبه. صدقني لو في تخبطات بتيجي من مؤجلات وكده ولسه عندك مشاركات عربيه وافريقيه لبعض ثلاث اربع فرق مصريه، ده لسه هتعمل ايه؟ لسه الموسم ما بداش، والموسم كمان هيقف تاني. انا سامع حضرتك كنت بتتكلم في توقف كتير 40 يوم، انا اضطر تعمل فتره اعداد تانية عشان خاطر تلحم بقيه الموسم، زي ما حصل الموسم اللي فات توقفات كتير، مؤجلات، والبطوله اتلعبت الامم الافريقيه وجينا
بس الدوري التوقف اللي جاي كلنا يعني موافقين عليه، بالعكس ده توقف لان المنتخب عنده اجنده رسميه، تصفيات توقف إيجابي دوره طوكيو، تصفيات الافريقيه مع المنتخب الاولمبي، كل ده احنا اوكي ما عندناش مشكله فيه، عندنا استحقاقات كتير بالظبط كده، وفي نظام، ولما تيجي توقف ده على الكل مش بقرار فردي. انت قلت النادي الاهلي لما جه خد قراره عشان يرد او يطلع بيان محترم زي ده، اجتمع مع الجهاز الفني واجتمع مجلس الاداره، خدوا بيان محترم، اللي بيسمع البيان او بيشوفه بيحترم قرارات النادي الاهلي، وطول عمر النادي الاهلي معودنا على كده، ماشي بنظام واسس، مش ماشي بحاجات عشوائيه ولا فرديه، لا العشوائيه والفرديه بتؤدي للفشل. كل حاجه مدروسه. ما انا بقول لحضرتك ما القرار ما بيجيش كده من يوم وليله، استنى يوم يومين زي ما اتفضلت، فهو ده اللي صح. فانا بتمنى اتحاد الكوره يعني حاجه زي كده كويس اللي جت في البدايه، لازم يستوعب الدرس من اللي حصل قبل كده مع المجالس اللي قبل كده، وياخد الحاجات الايجابيات ويسيب السلبيات. يا كابتن صديق انا قدامي مثلا ايه اهو القرار بتاع الليجا الاسبانيه، لسه هو يعني في الساعات اللي انا دايما هضرب مثلا بالموضوع ده لان نفس الموضوع في اوجه تشابه كبيره جدا بين بل بالعكس ده يمكن هناك الموضوع في اسبانيا اصعب بكتير لان هناك في قصه كبيره قوي في كاتالونيا، لكن انا بتكلم في فكره ان رابطه المحترفين لليجا في اسبانيا قامت بدورها وطلبت من لجنه المسابقات اصدار قرار بتحديد موعد المباراه او مكان اقامتها قبل فكره ان المباراه هتؤجل، ومباراه برشلونه والريال لسه يوم 26 مباراه بعد 10 ايام، وان في دراسه ما بين الناديين تتلعب في مدريد ولا لا تفضل في اسبانيا. طب تتلعب بدري شويه في اليوم ده ما تبقاش بالليل عشان ما تبقاش لو في مظاهرات في اسبانيا بالليل ما تبقاش فيها مشكله مع مكان اقامه المباراه. طب لا المباراه تتلعب 18 12 عشان في توقيت مثلا لكاس الملك اسبانيا لا مش مناسبه. في حوار يا كابتن صديق ده انا عايز اقوله، لان دول في حوار والناس عايزه توصل لميعاد عشان البطوله ما تبقاش على المحك وتخسر وتبقى منظمه والشكل العام يبقى كويس لدي سمعه بلد وفرقتين كبار والاتحاد الاسباني مش عايز. انا بتكلم كوره يعني سمعه كوره الكوره. لا وانا بقول بلد ليه، ما هي كوره الواجهه بتاعت الانديه وبتاعت البلد رقم واحد كره القدم، فهم ناس منظمين عندهم شغل احترافي، جابوا المؤسسه دي والمؤسسه دي واجتماعات ونظموا عشان لما يحطوا ميعاد للمباراه يبقى في رؤيه للجميع، مش رؤيه يعني قرار فردي زي ما قلت لحضرتك، العمل الجماعي هو اللي بينجح. انما احنا هنا للاسف هي كلمه عشوائيه يعني ايه؟ كل واحد بيدير بحاجه بمزاجه، كل واحد بيطلع على اي قناه يقول قرارات، وللاسف الشديد ممكن واحد يطلع يقول حاجه تطلع مظبوطه، يخليك تشك في نفسك، يعني هو اللي خد القرار؟ ما دي برضو حاجه تعمل لك ايه؟ لا ما هي المعلومه مش واضحه. دايما في المشهد. والله العظيم والله انا سامع المباراه تأجل من 3 4 ايام. انا قعدت اضحك، قلت ما هو اللي بيقول لي ده يعني انت عندك معلومات اكيده كده يعني؟ بس انا مش عايز، احنا في الاول وفي الاخر احنا كلنا في مركب واحد، واخد بالك؟ انا مش جاي من دوله تانية بتكلم على الدوله المصريه، لا كلنا مصريين. النظام الكويس هيخلينا احنا كويسين، مفيش نظام كلنا هنفشل واحنا كلنا في المركب، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، لا ده بلد وتنظيم مسابقه واتحاد كوره ده الام بتاع اللعبه، لو مش هيحط كل حاجه صح هيفشل، هيفشل الناس معاه. فانا بقى يعني انا في حيره والله، انا كان نفسي المباراه تتلعب واي كانت نتيجتها، اصل دي مش اول مباراه لاخر مباراه، هي في مباريات تانيه كتير، في مباراه في الدور التاني ممكن يبقى في سوبر تاني، ممكن يكون في مشاركات تانيه، انما القرار بصراحه كان مفاجاه للناس كلها. الاهلي في الظاهر وفي العلن وفي اي مكان عايز المباراه تتلعب. اكيد المنافس في الظاهر عايز المباراه تتلعب. خلاص اتفقنا نلعب، ما فيش مبرر للتأجيل. في اوجه اختلاف؟ لا لا، حتى لو في تأجيل مش هتتلعب مثلا في توقيتها 19 اكتوبر، خلاص نتفق على ميعاد الفتره اللي جايه، سواء بقى بعد مباراه جيراسين فوت في بطوله افريقيا، سواء قبل مثلا بدايه المعسكر في المنتخب يوم 25 نوفمبر بعد نهايه التوقف، نتفق على ميعاد بس ميعاد يعني محدد يكون في اتفاقيه بالفرقتين الاهلي والزمالك، متفقين على الميعاد. عايز يلعب والزمالك في الظاهر بيقول عايز يلعب. طب لو الزمالك عايز يلعب وفي الظاهر عايز يلعب مكان لعب، ايه المشكله؟ انا بتكلم ان احنا ايه، خلاص بقى نحدد ميعاد طالما الناديين متفقين عايزين يلعبوا، طب خلاص بنلعب. بص يا كابتن محمد، انت هنخش برضه في موضوع تاني غصب عني اتكلم فيه، الحته الامنيه في مصر فوق الممتازه، لان انا منظمين حاجات اصعب من المباراه دي مليون مره، ولو المباراه دي فيها بس 1% فيها مشاكل بتتلعب من غير جمهور في برج العرب. ياما لعبنا في برج العرب اكتر من لقاء اهلي وزمالك حصل مشاكل خالص. بعدين احنا محطوطين في ايد زي ما بقول ايد امينه، الجيش او الشرطه او الحته الامنيه في مصر ما فيش حد يقدر يلعب معاهم، قويه جدا 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 ومسيطره، وكلنا في ظهرهم ومحدش يقدر يقول كلمه واحد في المليون عليهم. طب ايه اللي يمنع ان احنا نلعب؟
ما دي دي اللي تحيرك. طيب عارف لو عندنا اي خلل او عندنا اي ديفو مثلا، لا الحمد لله اقول لك البلد بفضل الله احنا على اكمل وجه وفي قمه الامن والامان، والحمد لله الحمد لله بنعيش في احلى لحظات في مصر في الفتره الحاليه. انت مع الاصوات اللي نادت بتاجيل مباراه الاسبوع بالكامل؟ لان في انديه طلعت قالت طب هتاجل المباراه باجل الاسبوع بالكامل. كرؤيه فنيه انت مع الصوت ده ولا كنت شايف لا لو مباراه نحلها لكن الاسبوع يتلعب؟ لا هو كان هيقول لك مبدا تكافؤ الفرص لو الاهلي طلب كده او الزمالك، ان ما فيش حاجه اسمها تكافؤ الفرص، دي حاجه عدت كده لحظيه وقتيه ما كانتش مترتب لها، حصل تاجيل، الناس الثانيه تلعب عشان نساعد المجلس المعقب بتاع اتحاد الكوره والمسابقه تمشي بشكل كويس ايجابي. انما بقى ده فريق بيقول لك عشان هخسر تذاكر انا كنت جاي العب في مصر مثلا وعندي اسوان عنده مشكله مثلا مع مقاولين، سموحه مش عايز يلعب عشان يقول لك ايه مش معنى دول اجله، الجونه عايز ياجل، لا احنا لازم نقف في الفترات اللي هي فيها صعوبه يبقى في تكاتف والناس تبقى في مسانده للاتحاد اللي هو المؤقت عشان المسابقه تنجح. لو هم عندهم ديفو او لسه خبرتهم قليله امال انت مين اللي هيساعدهم؟ لما كانش الانديه تساعد اللجنه المؤقته دي مين هيساعدهم؟ طيب كرؤيه فنيه ليك انت كمدرب وعندك مباراه وحاطط برنامج بدني وبرنامج فني لميعاد المباراه. تاجلها بيربك حساباتك الفنيه وانت بتستعد للمباراه ديت؟ خاصه ان المباراه زي دي بتبقى لها طبع خاص. بتحضر لها استعداد مختلف، بتقعد مع اللعيبه بتحضروا المباراه بشكل مختلف. اكيد. فنيا بتتعامل مع الموقف ده ازاي؟ اكيد لان المباراه دي بالذات غير اي مباراه ثانيه بتتاجل. لان دي مباراه قمه ومباراه كبيره جدا جدا، دي بطوله داخل بطوله، مباراه الاهلي والزمالك بطوله داخل بطوله، المباراتين سواء الدور الاول او الدور الثاني هدول على جنب زي بطوله الدوري بالظبط او زي بطوله الكاس، لان المباراه بيقعد عليها فتره كبيره بيبقى النادي منتعش اللي كسبان واخد ثقه وبيكون عدى المنافس زي ما قلت انا على طول او زي ما بيتقال يعني بلغه الكوره الماتش ده بسته بونت، يعني ثلاثه بيعلوك الثاني بيخسر ثلاثه وبينزل ثلاثه من الهزيمه اللي ايه وما حققش ثلاث نقاط، فماتش بسته بونت بيدي دفعه وبيدي باور كبير جدا للفريق الكسبان. احنا الحمد لله في النادي الاهلي مستعدين جدا للمباراه ولاي مباراه مش مباراه الزمالك بس، بس دي ليها طابع خاص كان التركيز بيكون اعلى شويه من المدير الفني لانه هو لسه كسبان مباراه السوبر وعامل اداء رائع. جه في الاخر مثلا كان في شويه حاجات كده في اخر 10 دقائق ربع ساعه خارجه عن ارادتنا بتاعت الاصابات وبتاع، فالناس حاطه بقى سيناريو المباراه دي وداخلين بقوه وكل الناس مستعده سواء اللعيبه اللي كانت خارج المنتخب او اللعيبه اللي في المنتخب، والراجل حاطط برنامج وحاطط سيناريوهات للمباراه والناس كلها مركزه ان مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب. يجي طبعا اكيد هيحصل شويه لخبطه شويه في الايه؟ في الحته الرؤيه بتاعت المدرب في اداء المباراه دي او المباراه اللي بعد كده، لان انت دلوقتي الاهلي نزل بيان كمان، البيان ده بتاع النادي الاهلي ما الفريق الكوره او جهاز الكوره هيمشي تبع مجلس الاداره. مفيش حاجه. تم اخذ رؤيه فنيه طبعا قبل ما ياخدوا القرار المراحل الفنيه الجايه. فاكيد ممكن ما يكونش في اي مباراه هتتلعب الا لما ناخد ميعاد للمباراه نلعب مباراه الزمالك. ساعتها الراجل بيكمل البرنامج التدريبي بتاعه لان زي ما حضرتك تفضلت في توقف كتير في حوالي 40 يوم. فاحنا كنا مستعدين استعداد بقوه لمباراه الزمالك. هي بس هي بتبقى كنا نفسنا نلعب. احنا كنا نفسنا نلعب المباراه. وصدقني نتيجه المباراه انت ليه نفسك تلعب؟ الحمد لله الاهلي كان مطمنا الفتره اللي فاتت وماشي بخطى ثابته وتركيز عالي جدا جدا المباراة اللي اتلعبت، الحته الفنيه كانت عاليه، الحته الرؤيه بتاعت المدرب التكتيك بتاعه عالي، اللعيبه كتير ظهرت بمستوى عالي جدا، كنا برضو محتاجين نشوفهم ماتش الزمالك، حسين ورمضان وحمدي فتحي الناس بقيه اللعيبه طبعا، بس للاسف الشديد التوقف حصل لخبط الدنيا شويه، بس انا شايف ان اول ما تلعب المباراه الاهلي بيرجع طبعا يكمل المسيره بعد التوقف والمدرب ماشي بخطه ثابته وعالي الفتره اللي فاتت عن اول مباراه او ثاني مباراه ليه. كل ما بياخد فتره كبيره كل ما الرؤيه الفنيه للعيبه كلها بتبقى واضحه قدامه. وفي حاجه بصراحه الواحد مبسوط منها الفتره اللي فاتت ان هو طلع حاجات عند بعض اللعيبه ما كانتش موجوده. شايف هو حاجات كويسه جدا في رمضان ظهرت بصوره كبيره جدا بالنسبه للتهديف وبالنسبه للعب طريقه لعب رمضان. نفس الكلام حمدي فتحي في الحته اللي فوق، نفس الكلام حسين بسم الله ما شاء الله برضو في حته التهديف والثقه. فان شاء الله الفتره اللي جايه بعد ما قلت لحضرتك ناخد قرار باذن الله الاهلي يجي له موعد للمباراه وهيبقى فيه الفتره الجايه تبقى باذن الله النادي الاهلي تبقى ايجابيه جدا ان شاء الله.
الانطلاقه والبدايه ممتازه يا كابتن صديق. طبعا يعني كنا نتمنى يكون في استمراريه، يعني هتفرج على الواحد بيبقى دايما بيستنى الاهلي يلعب مباراه كل 3 4 ايام، فكره انك تقعد فتره كبيره ما فيش مباريات وبعد كده تستنى 40 يوم، انا مش بقول لك بقى احساس اللاعب ولا المدرب، انا بتكلم باحساس المشجع. تقلقك شويه. ملل. ازاي عايز اتفرج على ماتشات للاهلي. طيب البدايه كويسه. شايف البدايه ازاي مع المرحله الجايه يتم التعامل ازاي؟ هو طبعا زي ما احنا الحمد لله تخطينا العقبه بتاعه البدايه الاولانيه، كان عندنا كان سبورت وكان الزمالك والانتاج وسموحه، دي كنا برضو احنا داخلين في الاول ماتشات كبيره. ماتشات كبيره وبرضو المباراه الاولانيه كان الريتم برضو يقلق شويه وطريقه اللعب والاداء، ما كانش لسه الراجل برضو لما الرؤيه الفنيه بتوضح اكتر للمدرب ويبقى في معايشه مع الفرقه اللي ماسكها، غير ما يكون لسه جايب مباراه او مباراتين او 3 مباريات، تبقى لسه برضو محتاج وقت يكتشف العناصر اللي موجوده عنده والامكانيات بتاعتهم جدا الفنيه والبدنيه، لحد ما يوصل لاكثر حاجه جهوزيه فيهم بيبقى القرار بتاعه سلس في الاختيارات، غير ما يكون لسه مش عارف اللعيبه دي كلها، هياخد فتره. فالحمد لله هو تخطاها بنسبه كبيره جدا من نجاحات بدايه المباراه اللي انا قلت لحضرتك كانوا سبورت والزمالك والانتاج وسموحه، وبدايه الفتره اللي هي كانت واسوان. واسوان طبعا اللي هي في بطوله الدوري. ماتش الزمالك هو كان مستعدله كويس جدا زي ما قلت لحضرتك، زي ما حصل في المباراه الاولانيه ان شاء الله هو داخل على المرحله الثانيه اللي هي هيبقى فيها فتره كبيره توقف. انا بطمن جماهير النادي الاهلي، هو الراجل ماشي بخطه ثابته وعنده فكر وعنده فكر تكتيكي عالي جدا، وبعدين في حته كويسه برضو حته ان هو قريب من اللعيبه وحاسس في قبول داخل النادي الاهلي من كل المنظومه على المدير الفني، بعكس ما كان جاي في الاول كان الناس شككت في قدراته عشان السي في ومش السي في، كل الحاجات دي طبعا الحاجات دي كانت ايه زي ما بيقولوا ايه موضه قديمه يعني. ناس مش عارفه التاريخ. مش عارف يعني في ناس كتير جات سيفات كبيره وما توفقوش، مش عايز اقول فشل، ما فيش حد بيفشل، والتوفيق ما كانش حليفه، كان جاي في مهمه ما اداهاش بالايه بالمطلوب منه، خلاص ادى دوره بيروح وبيجي واحد غيره. فشفت دوت انا من ضمن الناس الحمد لله كنت متفائل جدا، لان الراجل يعني جاي يشتغل واتفرجت على التدريبات بتاعته وعنده فكر، يعني في تدريباته بيبان المدرب، غير ان هو يحط الفورمه التدريبيه، لا ما بتنعكس ده على اللعيبه في الملعب في المباريات الرسميه، بيتمرنوا معاه اللعيبه مبسوطه جدا تدريباته، بياخدوا شغل في الملعب تحس طالعه مرتاحه معنويا، يعني اللعيب بيجي بياخد الشغل دوت بيجي يطبقه في المباراه. يعني المباريات اللي اتلعبت لعب 5 مباريات او 6 مباريات، صدقني فيهم 3 مباريات 3 ارباع الشغل اللي في الملعب النادي الاهلي بيطبقه، بالذات في الثلث الاخراني الحته اللي تحت المهاجمين والحته بتاعت راس الحرب الوهمي اللي كان بيلعبها اجايه او اي حد صلاح محسن او اي حد يكون متواجد، فالراجل عنده فكر. فانا مش قلقان، بطمن جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله باذن الله زي ما هو عدى او تخطى المرحله الاولى بنجاح كبير بنسبه نجاحات كبيره، هو عنده اكتر من كده والاهلي عنده اكتر من كده، الاهلي لسه عنده كتير يقدمه للجماهير وبالنسبه لفريق الكوره يعني، وهم ماشيين بخطى ثابته. فانا مش قلقان فتره توقف باذن الله، لان احنا عندنا مشاركات زي ما حضرتك عارف افريقيه، في لعيبه المنتخب اللي يروحوا مثلا المنتخبات سواء الاولمبي او المنتخب الاول، كل دي بتبقى اضافات للفريق وفرصه كويسه للناس اللي في النادي اللي هو بيجهزهم اللي هي كانت بعيده مثلا ما كانوش بيلعبوا او بقالهم فتره في اصابات، يكونوا رجعوا للحاله البدنيه كويسه ويستفيدوا الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب الانتصارات والبدايه الجيده، البعض ممكن يقول لك هي ضغوط عليك لانك بتكسب فلازم تكمل بنفس المسلسل الاستمراريه اللي انت تكسب على طول، وناس تقول لك لا ما هو المكسب ده والانتصارات دي ممكن تكون ضغط على المنافسين. شايفها اي معيار اقرب للتاني يعني او اقوى من التاني؟ هي بص حته المنافسين بتسبب ضغوطات كبيره جدا جدا، طول ما انت ماشي كويس وبتكسب بتعمل قلق وبتعمل ارتباك لبعض الخصوم اللي هم مش عايزينك انت تبقى في حاله جوزيه عاليه. اصل انت هي منافسه رياضيه، ما هي منافسه بس لما لو كوره الاهلي هيتفوق على اي حد، لما تدخلني في حاجات فرعيه انت بتشتتني عشان تعرف ان انا ماشي بخطه ثابته فبتسبب لك ازعاج، لو انا ماشي مش كويس هتلاقي اي منافس ليك هيبقى مطمن يقول لك كويس ان هو في الوضع ده مش ايه مش مركز، انما دي بتسبب ضغوطات على الفرقه المنافسه. تاني حاجه في النادي الاهلي بحمل على الناس كلها ان لازم نحافظ على المستوى، وفي نفس الوقت بتدينا ثقه كبيره جدا جدا جدا، لان المكسب بيجيب مكسب، بتدي ثقه للجهاز الفني، ثقه الجهاز الفني غير ثقه اللعيبه. يعني ايه ثقه الجهاز الفني؟ يبقى عنده الرؤيه بتاعته
زي ما فيها مرونه في الاختيارات، عنده ثقه كبيره جدا جدا ان الناس كلها جاهزه واللي بينزل بيكسبك. فهي دي الثقه، ان عمره ما يراهن على حد. يعني ما جه يراهن على جايه، نزل عمل له كل اللي هو عايزه، يبقى هو كده ايه، الثقه عليت عند بين اللعيب وبين المدرب. هينزل اي حد مش قلقان، الثقه بتعلى مع الانتصارات مع الاداء الجيد. مش هيبقى قلقان ان هو عايز ينزل محمد او ينزل صديق والنتائج فيها لخبطه، تتعادل تكسب بالعافيه، هتلاقي الدنيا مكهربه. هيبقى في حساب بدقه ان انت حتى في التشكيل في تغييراتك. انما دلوقتي الحمد لله هو بيعمل، هي مش روتيشن زي ما يكون مثلا ايه، اكتر منها ثقه كبيره منه في لعيبه النادي الاهلي، ان هو في واحد بيجيب جون بص ما تلاقوش الماتش الثاني. يعني في ناس جابت جوان في النادي الاهلي من الفرقه كسبت، هو حتى في شال اللعيب في اربع خمس مباريات شارك حوالي 25 لعيب. لا وكان مسجل، يعني لعيب اللي هو الافريقي نسيت اسمه في نص الملعب جاب جون شاله. اليو ديانج. ديانج جاب جون شاله، مش عارف ممكن حمدي فتحي جاب جون شاله، واحد سجل صلاح محسن جاب جون جه شاله. بس هو لما بيشيله عارف ان عنده قدرات وعنده امكانيات، وعارف ان اللي ينزل مكانه هيأدي دوره زيه بالظبط. فدي مكسب للنادي الاهلي، يكون عندنا لعيبه كتير. فاللي انت حضرتك تفضلت وسالت عليه، ثقه للجهاز الفني، المكسب كبير، بيعلي برضو اللعيب في الملعب، بيخليه نازل عنده الباور وعنده نفسه مفتوحه ان شاء الله يكسب في اي وقت، لانه بيكسب. المكسب بيجيب مكسب، والثقه للجهاز الفني، وطبعا بتبقى قلق وتوتر للمنافس. طيب ملف اخر اسالك عليه، ملف دوري ابطال افريقيا. القرعه اتعملت من حوالي اسبوعين واتحدد خلاص شكل المجموعات الاربعه للفرق اللي هتكون موجوده في دور ال 16. والبدايه هتكون ان شاء الله 30 النجم الساحلي. اول مباراه مع النجم الساحلي ايا كان مكانها بقى، سواء في السوسه او فرادس. لسه هيبان الموقف ده خلال الفتره اللي جايه، لكن كمستوى فني شايف مجموعه الاهلي ازاي؟ مع النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي. هو طبعا المفروض انا شايف ان اعلاهم النجم الساحلي بسبب التاريخ والمشاركات الافريقيه اللي احنا شفنا عليها النجم الساحلي، سواء كانت ضد النادي الاهلي او في المشاركات الافريقيه اللي حتى لو مش في مجموعه النادي الاهلي. الكره التونسيه طبعا عندهم كره عاليه جدا ومتقدمه زي الكره المصريه في نفس المستوى بتاعنا، وكان عندنا مشاركات كتير امام الفرق التونسيه اللي هم طبعا الترجي، النجم الساحلي، الافريقي، الصفاقسي. فالكره التونسيه مش بعيده علينا ومش غريبه علينا. النادي الاهلي بيحترم اي فرقه سواء في زيمبابوي او في السودان او في تونس او في المغرب او الجزائر. الاستعداد طبعا هيكون قوي جدا، لان فريق النجم الساحلي ليه باع كبير او باع طويل في المشاركات الافريقيه، والاهلي هيبقى مستعد له استعداد قوي جدا. الفريق اللي هو بتاع بلاتينيوم اكيد لسه حديث العهد بالمشاركات الافريقيه. لسه جديد. هيبقى برضو المستوى الفني، كان دايما الاهلي بيلعب في زيمبابوي مع دينامو زهراري. دينامو زهراري. انما بلاتينيوم زي ما حضرتك تفضلت حديث العهد، هيبقى برضو الحته الفنيه مش هتبقى عاليه زي النجم الساحلي. بس طبعا انت لازم تعمل حساب اي فرقه في المجموعه اللي انت فيها، وانا ضد ان يقول لك ايه المجموعه ضعيفه او مجموعه متوسطه او مجموعه قويه. ليه بقى؟ انت فريق بطل تلعب على البطوله، ايا كان المنافس او المشارك من المجموعه بتبقى انت مستعد له استعداد بقوه. معنى كده انك ما تتمناش سيناريو تاني للمجموعه، او كنت تتوقع مجموعه تانيه غير المجموعه دي؟ هي بس بتديك حته افانتاج. انا ليه بقول؟ انا عارف الاهلي حساباته غير حسابات اي حد، بياخد الامور بجديه وبقوه. بس احنا ايه، بعيد عن حسابات الجهاز الفني والمنظومه بتاعت النادي الاهلي، لا اكيد لما يكون مثلا معاك مع احترامي الشديد طبعا ليهم انديه كبيره، بلاتينيوم او الهلال السوداني، غير معاك مثلا مولوديه وهران من الجزائر، او معاك الترجي التونسي، او معاك مثلا الوداد. فبرضه فرق بتبقى مزعجه شويه. بس برضه لما نيجي تحط تحت الامر الواقع والمنافسه في ملعب، لا ما عندناش حد ان احنا نقلق منه. كل الاحترام والتقدير لاي فريق، ان الاهلي فريق بطل والاهلي فريق في القاره الافريقيه. زي ما انت بتشوف كده الجدول، اي حد بيشوف النادي الاهلي جيب مجموعته بيبقى قلقان، والاحترام كامل والتقدير. يا كابتن صديق، انا حضرت القرعه يمكن على اخر 10 سنين، يمكن حضرت معظم الاعوام اللي كان الاهلي موجود في دوري ابطال افريقيا، او يمكن 9 من 10 سنين يعني. لاول مره، او يمكن كانت ظاهره قوي اكتر المره دي يعني. لكن اللي لفت للنظر بالنسبه لي
اولا اول ما ذكر اسم النادي الاهلي اثناء عرض اسماء الفرق والقرعه مش عايز اقول لك القاعه بالكامل، وكان طب. بالمناسبه مكتب تنفيذ الاتحاد الافريقي وفاطمه سموره الامين العام تشجيع للنادي الاهلي ناس سقفت بشكل كبير جدا لقيمه ومكانه الاهلي في القاره الافريقيه. طبعا طبعا اتكلم بقى مع المسؤولين محمد طلال المسؤول الاعلامي والاداري للوداد، بيتر ندوفو الزيمبابوي اللي كان موجود في مباراه مصر وزيمبابوي 94 هو حاليا التيم مانجر لسان داونز، وازاي بيتكلم عن قيمه النادي الاهلي طبعا، الرجاء النجم الساحلي الهلال عشان هم عارفين يا كابتن محمد على الساحه قيمة على الساحه الافريقيه، اما الناس تيجي تقول نادي القرن في ناس تفكر ان مثلا اعضاء النادي الاهلي او مجلس اداره او الجهاز الفني او جماهير او الناس اللي عاملين بالنادي الاهلي في كل الاجهزه الفنيه الاهلي ان احنا بنتحيز للنادي الاهلي، ده وضع طبيعي ومش احنا بس، كل في الشرق الاوسط وفي كل افريقيا كلها عارفين حجم وقيمه النادي الاهلي. شوف كم نادي في الخليج وفي المنطقه العربيه وفي في افريقيا متسمى باسم الاهلي. ما دي مش من فراغ يا كابتن. اكيد. دي مش من فراغ، دي تعب سنين ومجهود شاق متعمل من اول نشاه النادي الاهلي وبطولات ومنافسات افريقيه، بطولات عالم، كاس العالم للانديه، وقرارات تاريخيه وقرارات ومبادئ، هي دي اللي تخلي الناس تحط النادي الاهلي في المقدمه. مع احترام الانديه الثانيه كل نادي ليه احترامه وتقديره، بس الكوره التاريخ لما على مدار التاريخ لا التاريخ ما بتزورش او حد يبالغ فيه، لان في احصائيات في بطولات في كل حاجه ليها تواريخها، في اجيال كل الناس اللي صنعت تاريخ النادي الاهلي لما تيجي بعد عمر طويل هتلاقي لك فلان انا فاكره لعب سنه كذا، ما فيش حد هيجي يقول ايه لا الاهلي ما خدش بطوله كذا، لا في تواريخ في قيم في مبادئ كله ماشي عليها. الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي في الاجتماعات الاخيره، بما ان الاتحاد الدولي حاليا من خلال ورش عمل موجود جوه الكاف وبيحاول يعمل تطوير للكره الافريقيه، وهو بيعمل تطوير للكره الافريقيه كان دعا الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، بما انها هي دايما رجليها في الملعب ودايما موجوده في المطبخ فعارفه المشاكل ايه والايجابيات والسلبيات ايه. صح. فكان من ضمن الافكار مين الانديه اللي ندعوها؟ قال لك ما انا مش هدعو كل الانديه، لازم ادعو الانديه الصفوه. صح. او الانديه اللي هي دايما هيختصروا. في الكلاس ايه او صح. الانديه اللي هي دايما موجوده في التصنيف الاعلى. فمن هنا كان وجود النادي الاهلي في الاجتماعات وكان طبعًا. دايما ليه رؤيه من خلال حضور الكابتن محمود الخطيب طبعا لافكار وتطوير الكره الافريقيه وازاي نطور المسابقات الافريقيه. طبعا. فدي مكانة الاهلي في افريقيا، دي مكانة الاهلي لدى الكاف. الناس عارفة مكانة النادي الاهلي، واي حد بيشكك في النادي الاهلي او في قدرات النادي الاهلي او في تاريخ النادي الاهلي، بص حضرتك اللي بيتكلم يقول زي ما عايز، بس زي ما قلت لحضرتك الارقام والتواريخ والبطولات هي اللي بتفرض نفسها، بتحط النادي في المكانة الطبيعية بتاعته. لما نقول نادي القرن، لا نادي القرن ببطولاته بمبادئه بقيمه اللي كل واحد يقول اللي عايز يقوله، بس في الاول وفي الاخر إذا احنا مش هنقول ايه اللي بيزعل لما يقول الاهلي فوق الجميع، لا الاهلي ليه مكانته ليه مكانته وليه وضعه الطبيعي، واي حد يتمنى يكون في مكانه النادي الاهلي. طيب في سيناريو كنت تتوقعه او في انديه كنت تتمنى تكون موجوده مع الاهلي في المجموعه، او في مباراه كنت تتمنى تشوفها في دوري المجموعات بالنسبه معانا احنا؟ يعني قبل مراسم القرعه وجود النجم والهلال وبلاتينيوم كانت في فرق ثانيه موجوده في المجموعات الاخرى. لا هو دول كمستوى المستوى الفني هم زي ما قلت لحضرتك الاهلي بيلعب اي حد، بس مستوى فني يبقى فيه ارتياحيه شويه للجهاز الفني ولمنظومه النادي الاهلي في البدايه ان يكون ايه برضه مع الفرقه دي ان شاء الله، عشان ما نخش في البطوله نخش بقى في الماتشات الجامده بعد كده، يبقى احنا عدينا المرحله دي زي ما بيقولوا باقل الخسائر. ما هي بدات جامده اول مباراه مع النجم الساحلي. بس بعد كده مثلا الهلال السوداني والبلاتينيوم ان شاء الله مجمع نقاط، ولما تيجي بقى تلعب الفرقه الثانيه القويه دي هنطلع من البطولات دي، البطوله الاولانيه اللي هي دور المجموعات باقل الخسائر، يعني ان شاء الله ما يكونش في اصابات كتير نطلع بالنتائج. لا عندك مزاحه كويسه، ده الاول ماتش 30/11 اخر ماتش في دور المجموعات 7 مارس عندك كويس. مساحه حوالي اكتر من حوالي 70 يوم بتلعب فيهم 6 مباريات، في ارتياحيه ان شاء الله، والاهلي يبقى اكثر جهوزيه وان شاء الله ما يكونش في اصابات وما فيش اي حاجه. طيب انت عندك مباراه النجم في تونس، البدايه شايفها ازاي في تونس بالنسبه لفرقه النادي الاهلي؟ هي هتبقى بدايه قويه، الماتش هيبقى في تونس، تعرف في جماهير تونسيه والمباراه هناك بجمهور. طبعا الجمهور بيدي باور لفرقه النجم الساحلي، بس النجم الساحلي عارف ان هو بيقابل خصم او فريق قوي وكبير على الساحه الافريقيه، فيكون عامل لك الف حساب. انا شايف ان شاء الله الاهلي يؤدي اداء بقوه بره،
ويعمل نتيجه كويسه تكون ايجابيه تنعكس على المباراة اللي بعدها وتنعكس على المباراه، لان دي البدايه. لما يكون في النتيجه ايجابيه يبقى في باور ليك ان انت تعدي الماتشات اللي بعد كده وتاخدها بقوه، وتديك انطلاقه في البطوله الافريقيه. ما تكونش في نتيجه عكسيه او سلبيه تهمدك شويه. بس انا واثق ان الاهلي هيتخطى المباراه دي بنتيجه ايجابيه. الاهلي في جوزيه كويسه والحمد لله الفريق بقى يطمن. يعني ترتيب المباريات، المباراة الثانية مع الهلال السوداني في القاهرة، شايف اولا يمكن الاهلي ما قابلش الهلال بقاله فترة طويلة. الهلال والمريخ بقاله فترة كبيرة. الكرة السودانية برضو مش بعيدة عننا، يعني احنا متابعين الهلال والمريخ وكرة السودانية. المباريات بيننا ايكوال على فكرة، يعني مفيش بالنسبة للتاريخ الاحساد. بس دلوقتي احنا الاهلي مباراة زي دي هتبقى في القاهرة، ان شاء الله باذن الله باذن الله هيبقى الفوز حلفنا ونتفوق عليهم في القاهرة ونعمل نتيجة إيجابية كويسة جدا. والأهلي بيحترم أي حد، سواء الماتش في مصر أو خارج مصر، ما فيش الأهلي بيفصل حتة دي. يقول لك الماتش بقى في ملعبي، لا بره زي جوه. فالأهلي عنده الفترة اللي جاية مشاركات كتير، وهيكون الفرقة جاهزة أكتر من كده كمان. واللعيبة اللي موجودة الراجل هيبقى محتار يلعب مين. الحمد لله اللعيبه كلها جاهزه، ما فيش الا واحد او اثنين بس هم اللي مروان ربنا يشفيه يعني عشان الاصابه على ما اعتقد يعني، ومحمد رجع، محمد محمود اللي هو كان في نص الملعب. الفريق كله جاهز هيخش على المباراه دي، نعمل النتيجه ايجابيه في القاهره ونعمل سكور كويس باذن الله باذن الله. ترتيب المباريات يخدمنا شويه، لان حتى بعد مباراه النجم في تونس عندك مباراتين في القاهره ورا بعض، الهلال ثم بلاتينيو. هي بتديك افانتاج شويه ان المباراتين هنا ما بيبقاش في سفر برضه، انت عارف السفر بالذات بافريقيا بعيد شويه، او ما تيجي مثلا تلعب هنا مع بلاتينيو غير ما تلعب مع النجم الساحلي، وبعدين تيجي تسافر زيمبابوي. هتبقى برضه مجهود شاق عليك بدني وذهني، انما لما يكون ماتشين في القاهره بيدوا ارتاحيه للجهاز الفني وللعيبه، استقرار اكتر، تدريبات ما عندكش برضه ايه ضغوطات عليك، بتوفر عليك حته مشقه في حته السفر وكده. وان شاء الله نطلع بنتائج ايجابيه فيهم تريحنا، ويجي لك بعد كده النجم الساحلي في القاهره، دي برضه كويسه جدا جدا. هو انت هتلعب النجم في تونس، بعد كده الهلال في القاهره، بلاتينيوم في القاهره، وبعدين النجم يجي لنا هنا، بعد كده لا هتروح لبلاتينيوم في زيمبابوي. النجم مش هيجي هنا بعد الماتش دول، بعد كده هتلعب مع بلاتينيوم في زيمبابوي، بعد كده هتلعب مع النجم هنا، هنا عندنا، بعد كده تروح الهلال في السودان. برضه معقوله يعني، هيبقى الماتش اللي هو بتاع بلاتينيوم بعد ما نقضي المباراتين هنا هيبقى في ارتياحيه، والرؤيه هتكون بانت، هتكون بانت بنسبه برضو كويسه، بنسبه مثلا ان شاء الله بالنسبه لينا احنا كنادي الاهلي ممكن باذن الله تبان بنسبه 70-80%. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان ثلاث نتائج ايجابيه هيفرقوا معانا جامد جدا جدا في المباراه اللي بعد كده. طيب البطوله السنه دي في افريقيا تتوقع انها تكون من اقوى النسخ في دوري ابطال افريقيا؟ يعني بنتمنى، يعني في فرق اللي هي المشاركه حتى في المجموعات الثانيه، كل واحد عنده حلم وعنده نفسه يوصل لنهائي البطوله الافريقيه، وبيحاول يجتهد، وبيحاول مثلا جايبين مدربين على اعلى مستويات ومجهزين لعبتهم، كل واحد عنده طموح مشروع عايز يلعب على البطوله، فان شاء الله تكون بطوله قويه جدا جدا اكثر من المواسم اللي قبل كده. ده في مجموعات ثانيه فيها مباريات موت طبعا، اكيد كسر عظام اكيد، يعني الترجي مع الرجاء، الوداد مع سان داونز، ودايما كده سان داونز والوداد ده تحس ان هم حاله عشق كده دايما في كل مبارياتهم. هم حتى الصحافه المغربيه قالت هو ايه العلاقه اللي بينهم وبين سان داونز في كل البطولات، على طول يعني يلاقي يا اما في المجموعات يا اما في دور الثمانيه، الوداد لاقيه في سكته على طول على طول. صح بالظبط. بس هم الفرق الشمال افريقيا هم وصفوها حتى هناك في الصحافه المغربيه ان هي حاله عشق ما بين النادي الوداد وسان داونز في كل البطولات. شمال افريقيا برضه دايما عندهم لعيبه كويسه وفرق قويه جدا، اكيد زي الكره الافريقيه ما بتعلى كره في شمال افريقيا. بص الجزائر اللي شوف عملوا، كسبوا كولومبيا 3، الكره ما شاء الله في شمال افريقيا بقى الكره بقت تعلى. عقبال منتخبنا كده ان شاء الله يعني نشوفه في احسن صوره ويعلى بقى ويعوض الفتره اللي فاتت. كابتن صديق جمال عضو لجنه اكتشاف المواهب، انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما منورنا في قناه الاهلي، وبنسعد دايما بارائك الفنيه في الفتره القادمه. الله يخليك كابتن محمد، انا كنت سعيد جدا كنت موجود مع حضرتك يعني. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا ليك. فقره كانت مهمه جدا، فقره فنيه لمعرفه الرؤيه الفنيه في التوقيت الحالي، سواء في تاجيل المباريات، البطوله الافريقيه القادمه، انتظام المسابقه، اثر ده كمان ايه على الفرق والاجهزه الفنيه وهي بتحط برامج بدنيه وتدريبيه للمراحل اللي جايه، عنده مباراه كبيره، عنده مباراه في الدوري، ازاي الجهاز الفني بيشتغل على ده
ولما بيتفاجئ بتأجيل مباراة ازاي بيحضر ليه ان هو يعمل بقى شغل تاني خالص لمرحلة تانية عن المرحلة اللي كان بيشتغل عليها. بشكل عام الفترة الجاية يا رب بإذن الله تكون أفضل من الفترة السابقة، ويهمنا ان الفترة الجاية يكون في انتظام للمسابقة وما يكونش فيه عشوائية عشان ما يحصلش نفس اللي حصل الموسم الماضي واللي كل الضرر يعني كان ضرر بالغ كبير جدا على كل الأندية سواء في انتقالات